ألف سردة وسردة معي علي لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. يلمز غوني لمع اسم يلمز غوني في حياتي منذ أن كنت طفلا صغيرا، فقد كان البطل المفضل لابن عمتي أحمد. كان أحمد يريني صورة يلمز غوني وهو بزي الكوبوي في لقطة من لقطاته الشهيرة في أفلام التيرسو التي كان يلعب فيها أدوار البطولة، لكن ذلك لم يكن يتعدى الانبهار بنجم في تركيا وهو يحمل الانتماء الكردي مثلي. كان يستوقف الشباب الكردي آنذاك ويجعلهم يفاخرون به، لكن أي شباب؟ الشباب المهووسون بالسينما ومدمنو الأفلام الهندية وشامي كابور الهندي وجنيد أركان التركي ونسختهم الكردية يلمز غوني. ثم وبعد أن دخلت إلى الجامعة كان حضور يلمز غوني صاعقا في حياتي، بل وفي حياة كل الشباب الأكراد الجامعيين آنذاك، فقد بدأت أفلامه الجديدة أو أفلام المرحلة الثانية من حياة يلمز غوني الفنية مثل سيد خان، القطيع، الأمل. لكن قدوم هذه الأفلام إلى حياتنا جاء بعد أن حقق فيلمه يول أو الطريق الجائزة الكبرى في مهرجان كان، أي سعفتها الذهبية، وكان يتعرض لمضايقات من الحكومة التركية، كما أنه دخل السجن بسبب اتهامه بجريمة قتل محافظ مدينة يينيتشا الصغيرة. وأثناء وجوده في السجن استطاع أن يخرج فيلم يول بواسطة أوراق يكتب عليها مخططات التصوير كل عدة أيام ويتم إرسالها إلى مساعده زكي أوكتن، وانتهى زكي أوكتن من تصوير الفيلم وكان يلمز ما زال سجينا. ثم هرب يلمز غوني من السجن فجأة كما لو أنه في فيلم سينمائي، وذهب إلى اليونان ليجري عمليات المونتاج لفيلمه، ومن اليونان اتصل بالمسؤولين عن مهرجان كان الذي كان قد بدأ أيامه وطلب المشاركة، فتم له ذلك وكان أن فاز بالجائزة الكبرى بالمناصفة مع فيلم لكوستا غافريس. وكان يقول بأنه لم يشاهد من أفلامه بعد مونتاجها التجربة الأولى، فدائما كانت هناك مشكلة تجعله يحضر الفيلم للمرة الأولى مع الجماهير. وعندما منحته باريس الجنسية الفخرية الفرنسية ومنحته إنتاجا ضخما لفيلمه الجدار، قال يلمز غوني إن هذا الفيلم هو الفيلم الأول الذي سأشاهد تجربته بعد المونتاج قبل الجمهور. وكان الفيلم يحكي عن تجارب مريرة للأطفال في السجون. وبعد أن أنجز تصوير الفيلم ومن ثم مونتاجه مات، لم يشاهد التجربة كلها هذه المرة. ربما لم يكن بحاجة إلى ذلك، فقد تعلم يلمز غوني أن يعمل داخل التعب. لم يكن يتعب، لكنه كان داخل التعب ذاته. كان فنانا مصرا ومثابرا وصبورا ومبدعا، وكان روائيا عظيما فكتب روايته صالبا، وكان تركيا كما كان كرديا. كان يلمز غوني هو فنان الشعب التركي بعمومه، مثله مثل عزيز نيسين ويشار كمال وأورهان باموك وناظم حكمة. في هذا اليوم أتذكره عندما التقيت بشاب إيطالي في مقصف كلية الآداب في جامعة حلب، وجلس معنا إلى الطاولة، وكانت يا للصدفة وأنا أعرفه على الشباب واحدا واحدا، الأول سرياني والثاني حلبي عربي ومن باب النير بيايوب، والثالث أرمني والرابع آشوري والخامس حلبي عادي والسادس أبو حلبي وأمه فرنسية، وكان أوسمنا وأكثرنا جاذبية ومحسوبكم كردو شخصيا. فإذ به يندهش من هذه الجمعة اللطيفة ومن هذا التنوع العجيب ومن هذا الكوكتيل اللذيذ الذي اسمه سوريا، ثم بدأ يتحدث عن يلمز غوني لسبب من الأسباب، وبدأ يحكي عن تعلق الإيطاليين بأفلامه. فسألته إن كان يعرف أخبار يلمز الجديدة، فأجاب بلا، فقلت له لقد مات منذ أيام. كان ذلك في يوم من أيام 1984، وبكى الإيطالي. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.